رئيس الوزراء يفتتح أول محطة للكهرباء في الشرق الأوسط تعمل بالضغوط فوق الحرجة. ووزير الدفاع خلال دورة حماية الشخصيات الهامة يؤكد مصر حريصة على العمل المشترك في مواجهة الإرهاب. وفصل مدرس لاعتداء بالضربة على طالب بمدرسة الأرمان بالمعادي. وتصاعد مفاجئ في أزمة استقالات الطيارين وانتظام خدمات التشغيل بمصر للطيران. والقوى العاملة توقف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج.